مهيب باتساع صحرائه الممتدة، تتلاطم فوق صفحته أمواج من الرمال كمحيط لا شطآن له. هنا الربع الخالي، ومن هنا انطلقت الحكاية. مغامرون يبحرون بإبلهم ليل نهار في قلب الصحراء، لا تثنيهم قسوة الرحلة ولا وعورة الطريق. إن سهرت الفوارق بينهم بنيران الشغف والتحدي وصولا للهدف، فكان الوعد يبري. باختلاف ألسنتهم وألوانهم رسموا على لوحاتهم التي حملوها بين ثنايا كثبان الربع الخالي قسمات الرجل الذي آمن بهم وبقدرتهم على تحقيق الإنجاز، فأبدعوا بريشة المغامر هدية لصاحب الرؤية.